كتار منكم طلبوا مني أن يكون عم أعمل محتوى عن كتابة الإيميلز باللغة الإنجليزية بشكل رسمي. رح أكون عم أعرض عليكم هلأ سامبل عن كتابة استقالة من شركة معينة بطريقة رسمية. مثل ما شايفين دايما بكل رسالتنا منبلش بـ Dear Mr. or Mrs. إذا كان الشخص اللي عم بتحدث معه هو ذكر Mr. بحط من بعده اسمه، وإذا كانت أنثى للإحترام بنكون عم نحط لها Mrs. وبحط من بعده اسمه. Dear Mr. or Mrs. I regret to inform you of my decision to resign from my position as a بحط من بعد A أنا شو كنت أشتغل بهيدي الشركة in the وبحط من بعد بأي قسم أنا كنت in the department. Prior to the arrival of my replacement, I am fully committed to my professional duties and will do whatever I can for a smooth transition. بهيدي العبارة بكون عم أقول أنا أنه لكنتو أمنتو البديل عني أو البديل يلي أنا رح يشتغل مكاني، أنا أكيد رح كون عم تمم كل واجباتي المهنية. I would like to thank you for the opportunity to have worked here. It's been an honor getting to meet the incredible people of وبحط من بعد of أنا بأي شركة كنت أشتغل who were بحط من بعدها صفة اللي بدي أعطيها إياها لهيدي الأشخاص كنت أشتغل معهم for example who were very helpful who were very professional etc. I wish all the best for بحط من بعد for اسم الشركة اللي كنت اشتغل فيها and its staff بمعنى وموظفينا أيضا. وهذه ترجمتها باللغة العربية. عزيزي أو عزيزتي، يؤسفني أن أبلغكم بقراري بالاستقالة من منصبي بصفتي وبحط من بعد صفتي أنا شو كنت اشتغل في القسم من بعد قسم شو كنت بشتغل قبل وصول الشخص البديل أن ملتزم أو ملتزمة تماما بواجباتي المهنية وسأبذل قصارى جهدي لأجل تحقيق انتقال سلس لمهامي وبتشكركم على فرصة العمل هنا في من بعد بحط اسم الشركة. إنه لشرف كبير بأن ألتقي بأشخاص كانوا رائعين الذين كانوا وبحط من بعضها يمكن كانوا مثل ما قلنا professional بمعنى بيشتغلوا بجدارة أو كانوا بيساعدوا كتير إلى آخره. أتمنى كل التوفيق لي بحط الشركة اسم الشركة وموظفيها.